Thank you for listening. This is WRNO Worldwide on frequency 7505 kilohertz. We would love to hear from you, so please email us at WRNOradio@mailup.net or send us a letter by mailing us at P.O. Box 895, Fort Worth, Texas 76101. Broadcasting on frequency 7505 kilohertz from its transmitter site in New Orleans, Louisiana. WRNO Worldwide on frequency 7505 kilohertz. We would love to hear from you, so please email us at WRNOradio@mailup.net or send us a letter by mailing us at P.O. Box 895, Fort Worth, Texas 76101. We offer a collection of inspiring messages and song to help you learn about God's grace and His love for you. أنا بنرحب بكم باسم الرب يسوع المسيح وفي هذا الرسالة البسيطة ربنا وضعه بوسط الروح القدس عشان نحن نكون مع بعض. وبالترنيم أيضا اللغة العربية والرب يعمل من أجل محبته. الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه. وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه. والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا. خرج